مرحبا اصدقاء، معكم ياسين. كما رجعت لكم مقطع جديد بهذا المقطع، جبت لكم مخططات حربيه اسطوريه للتاون هول ليفل 12، وهي المخططات كلها ضد المسح يا غوالي. راح يكون معنا بالفيديو اليوم 5 مخططات، ولا تنسى يا صديقي انه رابط النسخ تلاقيها تحت الوصف. فاي مخطط بيعجبك من هالمخططات الخمسه فيك تكبس على رابط النسخ تبعه، والنسخه عندك بلعبة كلاش اوف كلانز بدون اي مشاكل ان شاء الله. ويلا خليكم مع المقطع. مثل ما نكون شايفين عنا بالمخطط رقم 1 واللي هو التاون هول ومدفعية نسر، موقع الملبى كتير لانه يا صديقي صارت اثنيناتين على الطرف تقريبا في كل، وبهي الحالة انه اسا قريبات على بعض يعني وعلى الطرف، فبده المهاجم يحاول يشملهم بهجمة واحدة، فبالتالي يعني جيشه بده ينتشر وبده كتير دفاعات تصب له جيشه يعني تستحكم جيشه اكثر، فبالتالي يعني جيشه غالبا راح ينتهي حتى ولو دمر مدفعية نسر والتاون هول وحقق هدفه، بس ما راح يقدر يمسح الارض لانه اصلا بيكون جيشه طلع من هالعملية هذه نصه ميت او هيك شيء، لانه يعني اكيد في افخاخ مثل ما كنت شايفين في المنتصف وهيك، وفي اصلا التاون هول بتدافع عن نفسها بالتاون هول ليفل 12 يعني كلنا بنعرف هالشغلة. فعندكم هون يا غوالي كمان 2 تسلا وعنا مضادات كمان على الطرف، وهذا المخطط كتير قوي لانه يعتبر منتشر ولو شوي بالنسبة لهذا التاون هول، لانه مثل ما كن شايفين يعني التاون هول 12 صعب شوي تكون منتشرة ومثل 14 يعني اكيد، فلهيك مثل ما انك شايف يا صديقي لازم تبذل شوية جهد لتخلي الارض منتشرة، وهي الشيء بيجي لصالحك اكيد، لانه بهيك حالي المسح بيصير كتير صعب بعد انت ما خلت النجمتين هاي اذا كنت لاعب محترف. المخطط رقم 2 مثل ما كنت شايفين يا اساطير اختلافه عن المخطط رقم 1 واللي هو عدد التسلا، يعني هنيك التسلا المستعملين مفرقين بانحاء الارض، والله تنتين للمضاد مثلا، تنتين لحمايه برج السهامي او الشغله هيك، يعني محطين باي مكان انه بحيث يحموا دفاعات، يعني هي هدف للتسلا. بس هون صديقي مثل ما انك شايف عندك 4 تسلا برا وعندك تسلا وحده صار هي القريبه على التاون هون، وهدول الاربع تسلا كمان بيحموك. ليش هلا بدك تخلي؟ لانه اكيد المهاجم بس بده يهجم من عند التاون هول، بده يبلش هجمته من برا، اكيد ما راح يخلق عند التاون هول يعني ويبلش يضرب بالتاون هول فورا، فبده يبلش هجمته من برا وبده يشوف التسلا بطريقه، وبده كثير هالشيء لبكه لانه تدمير 4 تسلا سوا شيء كثير صعب لو اسا في وحده جاي على الطريق كمان، فلكن صديقي هالشيء كثير صعب. والشيء الحلو بالموضوع انه عاملين لك مدفعية نسر هون مشان يلبكوك بالجهات ما تعرف كيف بدك تهجم، فبالتالي انت بهي الحالة ممكن تضطر انك تقسم هجمتك وتنشر كمان بعض القوات عند مدفعية نسر مشان تدمرها، بس بهالحالة انت بتكون اصلا ضعفت الجيش بزيادة، وانت بيكون حسبتك انه والله تمسح مدفعية نسر وهالجيش اللي بيضل عندك هو كافي لمسح التاون هول، بس بيطلعوا لك التسلا هدول بيخربوا لك الميزانية. مخطط رقم 3 مثل ما نكون شايفين عنا مدفعية نسر والتاون هول بالمنتصف، ومثل ما نكون ملاحظين هوني يعني بقية الدفاعات صايرة على الطرف، بس في شغلة يا صديقي واللي هو حركات التسلا هون يعني كتير بصراحة مفيدة ولو انه منتشرة، بس عجبتني انا وين مواقع التسلا، لانه مثل ما انك شايف حامي هوني وحدة تسلا الانفيرنو، وهون وحدة تسلا الانفيرنو كمان، وهون 2 تسلا مدفعية نسر والانفيرنو بنفس الوقت، فبصراحة انا مواقع التسلا عجبتني كتير ولو انه يعني ما انا حد بعض، عرفت كيف اصدق معناه، انا كثير بحب يعني مواقع تسلا اللي بتكون حد بعضها، بس مثل ما انك شايف ان كل وحده تقريبا بجهه هوني، بس مع ذلك حامين دفاعات مهمه، فلهيك انا يعني حبيت حركه تسلا وحبيت التصميم ككل بسببها كمان. مثل ما انك شايف عندك هوني هدفك الرئيسي انك توصل على المنتصف، بس كمان يا صديقي هيك انت بعدت عن مدفعية نسر، في كتير تسلا بطريقه وافخاخ كمان، ونفس الحكي عن التاون هول، فبالتالي هيك المهمه صعبت عليك كمان يعني وتروك بس بطريقه مختلفه عن هذيك المخططات، فلهيك هي الشيء المميز، كل مخطط له شيء حلو بيميزه وكل ضد المسح. مخطط الرقم 4 مثل ما كنت شايفين يا اساطير، في عندك هون يا صديقي 2 تسلا وهنيك 3 تسلا، وعندك كمان مدفعية نسر، بصراحة كتير عاجبني موقع مدفعية نسر. هلا يا غوالي موقع التسلا هون بعتقد انه مكشوف، يعني بتعرف يا صديقي انه هيك في شيء يعني في افخاخ يا تسلا، فبجوز تحط بحسبتك انهم في تسلا كانوا مطوقين الارض وتركين هالفرغة، بصراحة الشيء مو صعب تعرفه،
فبالتالي يعني انت ممكن تعمل حسابتك وتحط جيش بحيث تعرف انه انت هون في تيس، لو فعلا تنجح هالمهمة وتدمر مدفعية النسر والتاون هول كمان، بس مدفعية النسر اذا ملاحظ لي صار بالمنتصف تقريبا اكتر، فبالتالي للدمر رح تكون صابت لك جيشك، هي شيء مؤكد، والتسلا رح تكون نقصت لك من جيشك، وعندك هون الافخاخ الجوية صديقي بحال هجمتك كانت جوية، وانا بعتقد بيت تاون هول اغلب الهجمات تكون جوية، وعندك كنت الاكسبو كمان، وعندك مثل ما انك شايف الكناس الجوي، يعني كل هالشغلات الصديق اللي ذكرت لك اياها انا، هذه كلها بتاثر بجيشك وتنقص لك عدد جيشك بشكل كبير كثير، فبالتالي يعني انت جيشك رح ينقص اكيد، ورح يصير مسح الارض شيء كثير صعب، ولو انك كنت محترف كنت بتعرف انه في تسلا فبتجيب نجمتين بهي الحاله، بس مسح الارض بخر يصير شيء كثير صعب. مخطط رقم 5 واللي هو اخر مخطط معنا لفيديو اليوم، وبصراحة هذا المخطط كتير عجبني لانه خادع بشكل مو طبيعي. هلا بقلك كيف يا صديقي، مثل ما انك شايف هون عندك 4 تسلا، يعني هوني ولو انه هاي الوحدة بعيدة عني تقريبا لانه صايرة متحمل انفيرنا، بس يعني عندك هون 3 تسلا متحمل دفاعات ثانوية، ووحدة متحمل انفيرنا، ووحدة هون متحمل انفيرنا كمان، فهي النين 5 تسلا خلصوا بالارض. بس الفكرة يا صديقي مثل ما انك شايف هوني تاركين لك فراغات وحاطين لك فيها اي شيء، فبالتالي انا بقول لك هون شو راح يصير، انت كثير راح تفكر بالموضوع وراح تقول انه والله هون حطيت لي تسلا، يعني معلش حدا يطلع هاي الفراغات يعني اذا كان ضد مهاجم او شيء، يعني حتى لو ما كان حط لك تسلا راح تقول هيك بينك وبين حالك والله حط لي افخاخ مثلا جوي او هيك شيء، مع انه هو ما نحط لك شيء اصلا، فيا صديقي هاي الشيء كثير راح لبكك. انا راح اقول لك هلا شو راح يصير معك، انت هوني راح تهجم هجمتك وغالبا مثل ما قلت لكم راح تكون جويه هاي الهجمات، لانه بهيك تاون هول بيكونوا ما يعتمدوا على التنين الكهربائي بشكل كثير كبير يا غوالي، فانت هجمت مثلا لنفرض من هوني، وعندك هوني صديقي بيكون الفخ الحقيقي، لانه انت والله بتهجم هوني بتكتر جنودك خلونا نقول، لانه هون يعني بتقول انه والله ممكن يكون حط لي افخاخ بهالفراغات او هيك، يعني منظرا مبين مريب، بس هوني اصلا ما حط لك شيء صديقي، بينما هوني بجوز تخفف جيشك. ليش؟ لانه هوني ما عندك مضاد مثل ما انك شايف مثل التاون هول، المضاد هون صاير بتحط له منطاد او شيء يعني ممكن بيمشي حاله، هون منطاد بيصير اصعب انك توصله على المضاد والسفي، يعني مثل ما انك شايف برج سهامي واكسبو وهيك، فيعني انت بتقول انه الهجوم من هوني اسهل من الهجوم على التاون هول، لانه هنيك بالتاون هول بجوز يكون حاطين الافخاخ وهيك، بس الحقيقه انه هون هي الافخاخ يا صديقي وصايره عند مدفعية النسر، يعني مثل ما انك شايف الافخاخ السوداء قاتله، هذول كل واحد فين تقريبا بنقص لك دم تنين كهربائي كامل، فتخيل انت الضربات اللي بدها تجيك منها، وانت يا صديقي هي اسا كلها مو الفكره، اسا عندك الثلاثة تسلا هون تدميرن كثير صعب، فهي كانت المخططات معنا بصراحة عجبتني كلها وحبيت شاركها معكم، مخططات ممتازة، ولا تنسوا انه رابط نسخة الاقوات تحت الوصف، بتمنى يكون عجبكم الفيديو، اذا عجبكم الفيديو حطوا لنا لايك، اشتركوا بالقناة، كمان لا تنسوا تفعلوا زر الجرس، كان معكم ياسين جيمر، مع السلامة.